في مليون احتمال غير ان يكون تيسير قتل ابراهيم رافع، خصوصا لو افترضنا مجرد فرض عادي ان اللي انت شفته ده كان حلم. حلم؟ اه حلم، مش رؤيه من بتوعك يعني. بس انا ما بشوفش احلام عاديه، كل حاجه بشوفها في احلامي بتبقى حقيقه. طب ما دورتش على الدكتور ابراهيم او تيسير ده في اي مكان تاني؟ مكان تاني فين؟ مساء الخير. اهلا استاذ ادهم، اتفضل. احنا كنا جايين بنسال على الدكتور ابراهيم، انا عارف الوقت متاخر. لا ابدا، دكتور جوه، اتفضل. الدكتور جوه؟ ايوه اتفضل. طيب بعد على يا ادهم. شكرا. اهلا اهلا وسهلا يا ابني، اهلا اتفضل. انا رحت لحضرتك الترب. وانا احيانا بحن للبيت والولاد، فسيب العزله واجي اقعد معاهم يوم ولا اتنين. ده حتى امام ما كانش هناك. ما هو كمان مش مقطوع من الشجره، راح يزور اهله بس مش هيغيب اكيد. ما دام ساعات ورايا يبقى عندك سؤال تاني. في الحقيقه ايوه، انا شفت حاجه لسه ما حصلتش ودي اول مره تحصل لي، والحاجه دي تخص حضرتك. مش عاوز اعرفها لان مهما عملنا مش هنقدر نوقفها، ده قدر مكتوب انك انت تشوفه، بس مش من حقك انك تتدخل فيه، فاهمني؟ واذا حاولت هيحصل ايه؟ مش مسموح لك كمان انك تحاول. يعني ابقى شايف بني ادم ممكن يتاذي وما ينفعش امنع عنه الاذى ده؟ هقول لك تاني ولاخر مره، كل واحد منا مخلوق لغايه، وانت عليك تعمل اللي انت مخلوق عشانه، ولو حاولت تخرج عن المسار النتيجة مش هتكون كويسة أبدا. حضرتك تعرف الأستاذ تيسير مصباح؟ أكيد طبعا، ده الناشر بتاعي. أنتوا اتقابلتوا قريب؟ إحنا بنتعامل مع بعض من زمان، بس كل واحد منا في وادي. من زمان؟ من أيام أخوه عبد الله ولا من قبل كده؟ أنت ليه بتسأل الأسئلة دي كلها؟ أصل اللي أنا شفته له علاقة بحضرتك وبتيسير مصباح. حضرتك أكيد مش عايز تعرف أنا شفت إيه؟ لا مش عاوز أعرف. الباب الأخير، تأليف حسن عبد الحميد الكاشف. مش عارف عبد النور؟ أيوه. لو سمحت أنا ليا عندك طلب. خير يا حسن؟ ما تفتحوش دلوقتي وما تقرأوش. ما افتحوش وما اقرأوش؟ أمال هنشره إزاي؟ مش دلوقتي، الكتاب ده بالذات ما تنشروش دلوقتي. امال امتى؟ بعد ما اموت. ما فضلش كتير،
ربنا يديك طول العمر يا حسن. اسمع اللي بقولك عليه يا عبد الله، الكتاب ده فيه أسرار كتير، وفي ناس ممكن تضحي بحياتها عشان ما يتنشر. ياه للدرجة دي؟ اعتبرها وصيتي الأخيرة، بعد كده تعمل فيها اللي انت عايزه. هي دي النسخة الوحيدة؟ في نسخة تانية. فين؟ في مكان أمين، هتظهر في وقتها. ما تقلقش يا حسن، لو ربنا اداني طول العمر هيتنشر، يعني هيتنشر. ربنا وحده يعلم بكرة في ايه. تومر فيه عارفه؟ ايه المناسبة؟ هبة يا سيدي قروا عليها الفاتحة امبارح. يعني ايه؟ اتخطبت عقبالك. اه صحيح انت مش متجوز، عن اذنك بقى الحق بيش لكبشة قبل ما الحلويات تخلص. اتفضل. زي ما قلت لك بالظبط، وراجل زي الفل، ولا اتقتل ولا حاجه. بس كلامه معايا ما يطمنش. ازاي يعني؟ زي ما يكون حاسس انه هيتقتل، والاكتر ده شكله عارف ان تيسير مصباح بالذات هو اللي هيقتله. بالذمه ده كلام ناس عاقلين. يا ادم انا وظيفتي احقق في الجرايم بعد ما تحصل، مش هقدر احقق فيها قبل وقوعها. الحكايه لسه فيها خيوط كتير، لما تتم هنفهم كل حاجه. بس ما ينفعش لغايه لما نفهم نفضل ساكتين على جريمه ممكن تحصل في اي لحظه. انا عملت اللي عليا وزياده. عرفت لك فين تيسير مصباح؟ فين؟ كان في الصين بقاله اسبوع تقريبا، بيتفق على مكان طباعة عشان دار النشر اللي هيفتحها في المعادي دي، ورجع امبارح بالليل. يعني هتلاقي موبايله مفتوح دلوقتي، كلمه او روح قبله احسن. ده عنوان الدار.